متابعينا الكرام في السعودية والخليج العربي، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم هذه النشرة الجوية المفصلة عن الأحوال الجوية المقبلة والقادمة إلى دول الخليج وشبه الجزيرة العربية. نبدأ بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود حزام من السحب والغيوم المتوسطة والعالية ممتد من مناطق مختلفة من تقريبا شرقي الأراضي المصرية والسودانية باتجاه أواسط البحر الأحمر، مرورا هذا الحزام بالعاصمة الرياض ويصل إلى المناطق الشرقية من المملكة. جميع هذه المناطق تشهد ظهورا لكميات من السحب والغيوم المتوسطة والعالية. بعض من هذه المناطق أيضا تشهد زخات خفيفة ومحلية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. خرائط توقعات درجات الحرارة في طبقات الجو العليا تشير إلى أن هناك هواء بارد يمكث في المنطقة الشمالية للمملكة ويتوقع بقائه خلال الأيام القادمة في هذه المناطق، جاهلا المناطق الوسطى على وجه التحديد من المملكة على موعد مع بعض الزخات المحلية من الأمطار تحديدا في مناطق شمال الرياض. هذه المناطق جميعها ربما تشهد زخات محلية من الأمطار خلال اليومين القادمين. لكن يوم الثلاثاء يتقدم حوض علوي بارد كما نلاحظ من الأراضي المصرية باتجاه المملكة. هذا الأمر سيعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة تشمل مناطق مختلفة بدءا من غربي المملكة وتمتد لاحقا إلى مناطق حائل والقصيم ومن ثم حفر الباطن ورفحاء والمناطق الشمالية الشرقية من المملكة. ويستمر هذا الهواء البارد بالتواجد حتى نهاية هذا الأسبوع مسببا أحوالا جوية غير مستقرة تتمثل بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي مع نهاية هذا الأسبوع في مناطق بحر عمان والخليج العربي. سنتحدث الآن بالتفصيل عن توقعات الهطولات المطرية خلال هذا الأسبوع ونبدأ هذه التوقعات بيوم السبت، إذ يتوقع خلال ساعات مساء يوم السبت وصباح يوم الأحد أن تكون الفرصة مهيئة لبعض الزخات المحلية من الأمطار في المناطق الوسطى من المملكة وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. هذه الزخات المحلية من الأمطار يتوقع أن تكون موجودة خلال ساعات نهار يوم الأحد وتمتد أحيانا وخاصة مع ساعات يوم الاثنين إلى بعض مناطق دولة الإمارات وربما تشمل بعض مناطق البحرين ودولة قطر، ولكن جميع هذه الزخات على شكل زخات خفيفة شدة بشكل عام قد تكون رعدية الطابع لكن بشكل محدود فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. بعض الزخات المحلية للمناطق الساحلية من جنوب غرب المملكة واردة في ساعات صباح يوم الاثنين، لكن بعد ظهر يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تتشكل سحب ركامية رعدية على مرتفعات سلطنة عمان وتحديدا منطقة مسقط وما حولها. يتوقع أن تهطل أمطار رعدية قد تكون غزيرة في تلك المناطق ربما تتسبب في جريان الأودية وتشكل السيول وقد تمتد جنوبا إلى منطقة رأس الحد خلال ساعات مساء يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء يتوقع تدريجيا أن تنشأ أحوال جوية غير مستقرة على نطاق أوسع في المملكة العربية السعودية تتمثل بهطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة في بعض المناطق، لكن الصفة الأساسية هي أمطار ديمية يتوقع أن تؤثر على مناطق مكة المكرمة مرتفعات مكة المكرمة المناطق الساحلية مكة المكرمة بالإضافة إلى مدينة جدة. تمتد هذه الأمطار تدريجيا مع ساعات المساء والليل إلى المناطق الغربية من الرياض ومن ثم إلى القصيم وتشمل أيضا أجزاء من حائل. هذه المناطق جميعها يتوقع أن تتعرض لزخات محلية الطابع من الأمطار وديمية الطابع قد تكون غزيرة لبعض الفترات خاصة في منطقة القصيم مع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء. فجر يوم الأربعاء تمتد هذه الأمطار نحو المناطق الشمالية الشرقية من المملكة وتؤثر بذلك على مناطق حفر الباطن والكويت وكما كان نلاحظ جنوب العراق مع بقاء الفرص مهيئة للأمطار الشكل أمطار ديمية فجر يوم الأربعاء على العاصمة الرياض وبعض المناطق الوسطى وبعض الأجزاء الشرقية المملكة إضافة إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. تبقى فرص الأمطار قائمة مساء يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى على شكل أمطار متفرقة في المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ربما تكون الأمطار هنا قليلا على شكل زخات رعدية من الأمطار مساء يوم الأربعاء بالإضافة للأجزاء الشمالية من الرياض، ولكن الصفة الأساسية للحالة الجوية خلال هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية هي أن الأمطار تكون ديمية الطابع أكثر من كونها رعدية بمشيئة الله تعالى. في ذات اليوم مع ساعات مساء يوم الأربعاء تبدأ أحوال جوية غير مستقرة بالنشوء في مناطق أيضا مرتفعات جبال الحجر في سلطنة عمان، وكما نلاحظ يوم الخميس منذ ساعات الفجر الباكر حالة من عدم الاستقرار الجوي قوية في منطقة بحر عمان تؤثر على السواحل الإماراتية والعمانية المطلة على بحر عمان على شكل تكونات رعدية ممطرة كفيلة بأن تؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول أحيانا، وتمتد هذه الأحوال الجوية غير مستقرة على مياه الخليج العربي وبالتالي السواحل المطلة على الخليج العربي مثل دولة قطر ومملكة البحرين وأيضا السواحل الشرقية للمملكة العربية السعودية على موعد مع زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى يوم الخميس نتيجة هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على هذه المناطق.
والتي يوم الجمعة قد تمتد أجزاء من هذه الحالة إلى مناطق داخلية، قد تشمل بذلك أيضا مناطق مثلا وسطى في الرياض أو حتى مناطق جنوبية شرقية من المملكة، وتبقى هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي قائمة في مناطق الخليج العربي وبحر عمان حتى يوم السبت القادم أي مطلع العام الجديد. بعد ذلك المؤشرات تشير إلى استمرار تتابع الحالات المطرية طيلة الأسبوع الأول من شهر يناير العام 2022، ولكن لا يمكن الخوض بالتفاصيل المناطق وتوزيعات هذه الأمطار من الآن في هذه المناطق. إذن هذا كان ملخص سريع لكيفية توقعات الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع الذي يتوقع أن يكون أسبوعا خيرا على مناطق مختلفة من المملكة، بإضافة أن هذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير من هذا العام. توقعات الأحوال الجوية والنشرة الجوية الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، نتوقع أن تكون الأجواء يوم الأحد مشمسة في المناطق الشمالية، زخات محلية من الأمطار في المنطقة الوسطى وبعض المناطق الشرقية من المملكة، درجات حرارة منخفضة إجمالا في العاصمة 17 نهرا 12 درجة مئوية ليلا، 21-11 في منطقة الدمام في شرق المملكة، أجواء جدا باردة في ساعات الليل في الحدود الشمالية درجتين مئويتين بشكل عام. يوم الاثنين الأجواء غائمة جزئيا بوجه عام، كما قلنا بعض الأمطار المحلية ما زالت محتملة في بعض المناطق الوسطى، 18 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 27 درجة مئوية في جدة، 17 درجة مئوية في تبوك، 18 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة، 21 درجة مئوية في المنطقة الشرقية و15 درجة مئوية في الحدود الشمالية. يوم الثلاثاء أحوال جوية غير مستقرة على شكل أمطار دائمية يتوقع أن تنشأ على المناطق الجنوبية الغربية بما في ذلك منطقة مكة المكرمة ومرتفعاتها بالإضافة لمناطق السواحل ويشمل ذلك مدينة جدة. درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية مع فرص للأمطار التي تمتد لاحقا إلى مناطق القصيم وأجزاء من حائل وربما أيضا أجزاء من الرياض مع ساعات فجر يوم الأربعاء ولاحقا المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. هذه المناطق يتوقع أن تنشأ عليها أحوال جوية غير مستقرة تتمثل بهطول أمطار دائمية تصل يوم الأربعاء إلى المناطق الشرقية وأجزاء من الرياض بمشيئة الله تعالى، وتبقى درجات الحرارة يوم الأربعاء تقريبا في العاصمة الرياض 21 درجة مئوية، في الدمام 21، 14 في الحدود الشمالية، 17 درجة مئوية في تبوك والمنطقة الشمالية الغربية، 27 درجة مئوية في جدة، وتقريبا حوالي 18 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة. يومي الخميس والجمعة أجواء غير مستقرة بمشيئة الله تعالى في مناطق مختلفة من الخليج العربي كما ذكرنا وبحر عمان، تمتد أجزاء منها إلى المناطق الداخلية إضافة إلى مرتفعات جنوب غرب المملكة. درجة الحرارة تقريبا يوم الجمعة 22 درجة مئوية في الدمام، ويوم الجمعة أيضا في الرياض 22 درجة مئوية، 14 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 19 درجة مئوية في المناطق الشمالية الغربية، 28 درجة مئوية في المنطقة الغربية تحديدا في جدة، و18 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة وشبه الجزيرة ودول الخليج. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن هذه الأحوال الجوية الماطرة المقبلة على المنطقة. نسأل الله أن تبقى هذه الأحوال الجوية ضمن الخرائط وأن نشاهدها على أرض الواقع. دمتم بخير، إلى اللقاء.